ثلاثة بأول درس من دروس الحياكة أو التريكو. رح نتعلم اليوم طريقة من طرق تعليق الغرز على السنارة. رح أبدأ بأي خيط عندي أنا هون، بس لورجيكم سنارتي قياسة 4 وعقدت عقدة البداية. طبعا دائما في خيط اللي حنستعمله لتعليق الغرز وخيط طالع من الكبكوبة. بهالطريقة باخد الخيط القصير يلي هو له نهاية وبلفه هيك على السنارة من اليسار لليمين، بجيب الخيط الثاني كأني عم أعمل غرزة عدلة وبقلب الخيط المتحرك فوقه. رح أرجع عدلكن إياها على البطيء، بلف الخيط من اليسار لليمين وبمسك الخيط، بلف الخيط الثاني كأني عم أعمل عدلة وبسلط الخيط اللي أنا ركبته بهالشكل، والشد بشد من الخيط القصير مو من الخيط اللي مربوط بالعقدة أو بالكبكوبة. شايفين؟ مرة تانية على البطيء بلف الخيط من اليسار لليمين وبرجع بعمل غرزة كأن عدلي عم لف الخيط على السنارة. بقلب الخيط وبشده من نفس الجهة على اليسار، بضل بكرر بنفس الطريقة. هاي الطريقة سهلة وحلوة وبتعطينا هيك بداية مرتبة للغرز من تحت. بتمنى تكون عجبتكم الطريقة. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبشوفكم بحلقة تانية. باي باي.